ده الموقع الخاص بكارلا، بحيث ان انت لو ضغطت هنا على جيت ستارتد هيدخلك هنا على الدوكيومنتيشن الخاص بيهم. لو نزلت لتحت تقدر تدخل على الريبوزيتوري الخاصة بيهم على جيت هاب، بحيث هنا هتلاقي الفيرجنز اللي احنا نقدر نعمل لها داونلود. احنا هنا هنعمل داونلود لكارلا 0.9.14، بحيث ان انت لو ضغطت عليها كده هيدخلك على الصفحة الخاصة بيها. زي ما انت شايف فيها اصدارات خاصة بأبونتو وحاجات تانية خاصة بالويندوز. طبعا اللي احنا هننزله بتاع الويندوز اللي هو ده كارلا 0.9.14، لو ضغطت عليه بالشكل ده هتلاحظ ان هو هيبدأ تحميل معاك. طبعا هتضغط على سيف والمفروض ان هو بيحمل. هتلاقي ان مساحته تقريبا 5.7 جيجا، فالمساحة كبيرة. انا طبعا مش هنزله لان انا كده كده كنت محمله قبل كده. بعد ما تحمل كارلا وتفك الضغط عنها هتظهر لك بالشكل ده كده، هتفتح هتلاقي ان انت معاك ده الشكل اللي هيظهر لك. طبعا زي ما انت شايف دي المفروض كارلا، انت لو فتحتها لوحدها المفروض تشتغل، ولكن لازم تكون مسطب الدرايفرز الصح بتاع الجي بي يو بتاعك. يعني انا هنا مثلا عندي جي بي يو انفيديا، تدخل على الشركة المصنعة لللاب بتاعك، تنزل من عليها الدرايفرز الخاصة بالجي بي يو بتاعك وتسطبها، وبالتالي كارلا هتشتغل معاك مظبوط. فلو فتحت كارلا المفروض ان هي هتشتغل معاك بالشكل ده كده، زي ما انت شايف كده ده المحاكي فتح معانا بالشكل ده كده، تقدر تتنقل جواه كده. طبعا هنبقى نتكلم ازاي بتتنقل جواه والكلام ده كله في فيديو منفصل، ولكن انا بوريك دلوقتي ان انت بعد ما نزلت المحاكي هيكون شغال معاك ازاي. طبعا لو المحاكي ما اشتغلش معاك فانت هيديك ايرور، يقول لك ان انت مش مسطب الدايركت اكس. ساعتها لازم تنزل الدايركت اكس، يعني بعد ما انت تثبت الجي بي يو درايفرز بتاع الجي بي يو ثبت برضو الدايركت اكس لان هو بيحتاجه. بعد كده لما تشغله المفروض ان هو هيفتح معاك. بعد ما نزلت كارلا لو فتحت بايثون اي بي اي، بعد كده كارلا، بعد كده ديست، هتلاقي ان انت معاك الملفين دول. طبعا هتلاقي ان هو بيقول لك بي واي 3.7، يعني ايه؟ يعني هو شغال على بايثون 3.7. الفيرجن ده من كارلا اللي هو 0.9.14 انا جربته على 3.7 شغال، وكذلك على فيرجن بايثون 3.8 برضو شغال. فسواء اشتغلت ده او ده المفروض يشتغل معاك. فتعالى نعمل البيئة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها. انا عندي كنت مسطب الاناكوندا، فعلشان كده هفتح الاناكوندا برومبت بالشكل ده، وهتلاقي ان في ملف هبقى انا سايبه لك. الملف ده تقدر تاخد منه الاوامر دي كوبي، بحيث ان انت تعمل البيئة الخاصة بكارلا عندك. فمثلا زي ما قلنا احنا هنشتغل بايثون 3.7.11 بالشكل ده. لو عملت كده هتلاقي ان انت معاك هنا السطر ده بينشئ لك البيئة بتاع كارلا اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا الفيرجن بايثون اللي استخدمناه هنا 3.7.11، اشمعنى ده؟ علشان لو انا حبيت ان انا استخدم مكتبة الالتراليتكس، فالالتراليتكس بتتثبت على فيرجن اعلى من 3.8، ولكن ما جربناها على 3.7.11 لقينا ان هي اتثبتت وتمام. طبعا هنا هنضغط على واي عشان يكمل تثبيت كده. هو عمل البيئة. تعالى نعمل لها اكتيفيت، هناخد السطر ده بحيث ان احنا نعمل لها اكتيفيت. بعد كده ننزل جواها كارلا بالشكل ده كده اللي هو الفيرجن اللي احنا شغالين عليه 0.9.14 بالشكل ده كده. هي نزلت، ننزل عليها برضو البي واي جيم. طبعا انا ممكن اخد الاوامر دي كده كلها كوبي واعملها بيست هنا مره واحده، ولكن احنا شغالين خطوه بخطوه. المكتبات اللي احنا محتاجين ننزلها هي النم باي والجوبيتر والاوبن سي في بايثون، اللي هي مكتبه السي في 2 يعني، عشان هي دي اللي هتتعامل مع الصور بيها قدام، والجوبيتر لان هو ده المحرر اللي احنا هنكتب عليه، والنم باي عشان احنا بنحتاجه، وكذلك البي واي جيم علشان برضو المحاكي بيحتاجها في بعض الامثله. فمثلا تعالى ناخدهم مره واحده بقى كده ونحطهم هنا كنترول في.
كده احنا خلصنا تسطيب المكتبات اللي محتاجينها. كده كارلا اصبحت جاهزة ان احنا نربطها ببايثون ونتعامل معاها، وده هنشوفه في الفيديوهات الجاية.